السلام عليكم ورحمة الله. إذن سعيد بترأس هذه الجلسة الثانية، وأطلب من السادة المتدخلين تأسفا مني على احترام الوقت، لأن في الجلسة الأولى لم يتم احترام ذلك. إذن أطلب احترام الوقت حتى نستطيع يعني إنجاز المهام الموكولة لنا، نظرا لكثرة المداخلات ومساهمات الأساتذة الأفاضل. إذن دون إطالة سوف أعطي الكلمة أولا للأستاذ عبد العالي جناح، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال. موضوع مداخلته تقوم أو تعنون كالتالي: النظام الجبائي المغربي وإشكالية استدامة المالية العامة. فليتفضل. مشكورا. شكرا الأستاذ الفاضل. أولا قبل الخوض في المداخلة المعنونة تحت النظام الجبائي المغربي وإشكالية استدامة المالية العامة، لابد ما نتقدم بالشكر للأستاذ حميد النهري على تنظيم هذا اللقاء الذي أصبح عرفا بالنسبة للأساتذة ديال المالية العامة بكلية الحقوق بالمغرب. كما أتقدم بالشكر لجميع الفرقاء والشركاء واللجنة التنظيمية وكل من ساهم، طلبة وجميع الأساتذة والأساتذة اللي تنقلوا من مختلف مدن المغرب للحضور لهذا العرس العلمي والذي يتمحور حول أيضا لإرساء الدولة الاجتماعية. وكما تلاحظون العنوان النظام الجبائي المغربي وإشكالية الاستدامة المالية. لماذا هناك هذا الربط بين النظام الجبائي المغربي وإشكالية الاستدامة المالية؟ لأن كما تلاحظون أن في جميع الرسائل التعطيرية لمشاريع قوانين المالية، سواء خصوصا في ظل هذه الحكومة، دائما في الأولوية الرابعة أو المرتكز الرابع نلقى تعزيز استدامة المالية العمومية. إذن دائما استدامة أو تكريس أو تقوية استدامة المالية العامة. إذن لماذا؟ لأن المالية العامة تعتبر كأداة للدولة لتنفيذ سياساتها العمومية، وهو ما يستوجب الحرص على استدامتها، لأن من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن حاليا هناك سياق دولي وسياق وطني، سياق دولي يتسم خصوصا بسياق جيوستراتيجي متأزم مرتبط أساسا بالتبعات سوسيو اقتصادية لجائحة كورونا، ومن جهة أخرى تأثير الحرب الدائرة في أوكرانيا ولها من انعكاسات خصوصا على مستوى سلاسل التوريد والتضخم. كما أن السياق الداخلي المغربي، بأن حيث أن الاستدامة المالية بالمغرب ونجاعة تدبيرها يمثلان إشكالية عويصة أمام تنزيل النموذج التنموي وإنجاح ورش ولا التغطية الصحية أو الدولة الاجتماعية. إذن الإشكالية المطروحة: إلى أي حد يساهم النظام الجبائي أو مردودية الجبايات أو الضرائب المنصوص عليها وطنيا في تحسين أو تقوية مؤشرات استدامة المالية العامة؟ ماذا نقصد بالاستدامة؟ الاستدامة حاليا أصبح موضوع الساعة، لا بالنسبة للدول المتقدمة ولا بالدول النامية، لأن الاستدامة خصوصا مع توالي الأزمات. وهنا أفتح القوس: مؤخرا لقد نظمت الخزينة العامة المملكة بشراكة مع الفون دافيب لا روفي فرانسيس دي فينوس بيبليك ثلاثة مناظرات. كانت مناظرة ترتكز حول نفقات المستقبل، ألا وهو التعليم والصحة والشغل. هناك مناظرة أخرى كانت تتكلم تحت عنوان
أي حكامة لمال يفدي لتوالي الأزمات. وهنا ديغابيليتي دي فينونس بيبليك ان الاستدامه ومشاريع القوانين والرسائل التاثيريه دائما تؤكد في الاولويه الرابعه على الاستدامه ديال الماليه العامه. لان ماذا نقصد بالاستدامه ديال الماليه؟ هي كاين بزاف ديال التعاريف، ولكن التعريف الاستدامه الماليه وهي قدره الدوله على الوفاء بالتزاماتها الماليه الحاليه والمستقبليه. ستادير ماشي هذا العام نعطيو الدعم الاجتماعي وغادي نخلصوا لي زالوكاسيون فاميليال، السنه المقبله خصنا الفلوس. اذا الالتزامات الحاليه والمستقبليه، وهناك عده مؤشرات ديال الاستدامه الماليه، لكن انا اركز على جوج ديال المؤشرات لان هناك علاقه جدليه ما بين جوج ديال هذه المؤشرات. هناك المؤشر ديال نسبه الموارد الجبائيه في تمويل الميزانيه، هو اللي هضر عليه البارحه الاستاذ عقصبي، وهناك مؤشر ديال نسبه الدين العمومي في الناتج الداخلي الخام. بلا ما نتكلموا على التحكم في كتله الاجور، نتكلموا على نفقات الاستثمار الى اخره. اذا هناك علاقه جدليه، هناك جوج ديال المؤشرات، مؤشر ديال نسبة أو المردودية أو النجاعة ديال الموارد الجبائية في تمويل الميزانية، وكما تعلمون وكما تطرق الأساتذة بأن الجبايات لم تتعدى 60% من تمويل الميزانية، إذا تتبقى لنا 40%، منين غادي نجيبوها؟ إذا تمشيو للاقتراض، إذا كاين الاقتراض. إذا كل ما مشينا للاقتراض إذا النسبة ديال الدين العمومي تطلع، وكما تعلمون كما جاء على لسان الأساتذة الأعزاء والزملاء بأن الدين العمومي وصلنا لواحد كومون ديغيج، وصلنا لواحد لوسي لي امباردونابل في لي نورم انترناسيونال. إذا المؤشر ديال إذا هناك علاقة جدلية، كل ما طلعوا الموارد الجبائية كل ما الدولة تنقص من الاقتراض، كل ما نقص العجز ديال الميزانية. إذا في هذا السياق بلا ما ندخلوا للتشخيص ديال النظام الجبائي، المردوديه، من يتحمل العبء الضريبي، الضريبه على الدخل فيها 5 دخول، 75 الاجراء، الشركات يلاه 0.8 كان 1% دابا ولا 0.8 هما الذين يساهمون في المداخل ديال الضريبه على الشركات. اذا بلا ما ندخلوا، اذا احاول طرح بعض التوصيات او بعض كومون ديغيج لي بالياتيف او بيان لي زالتيرناتيف، لان لتقويه مؤشر الاستدامه الماليه. لان لما نتكلم على الاستدامه الماليه خصوصا المغرب مقبل على تنزيل او تمويل الدوله الاجتماعيه، ولما نتكلم على الدوله الاجتماعيه بانه مصطلح قديم حديث بان نتكلموا عليه، وبان حاليا لا بغينا ناخذ النموذج ديال الدوله الاجتماعيه في العالم وهي المانيا. المانيا، وكاين هنا في هذا الصدد بان توما بيكيتي واحد الاقتصادي فرنسي انه قال بان المانيا نجحت في ارساء اسس الدوله الاجتماعيه، ولكن عن طريق تمويل مصدر جبائي، اي تمول ان من مصدر جبائي، بان من بين الدول كنموذج المانيا نجحت في تمويل الدوله الاجتماعيه عن طريق الضرائب. لان حاليا ما نبقاوش نشوفوا الضريبه كمبلغ او كسعر، ولكن الضريبه ننتقلوا من الدوز اذا من سكونابيل الضريبه التضامنيه، الضريبة التضامنية، باش نوصلوا لها الضريبة التضامنية. وهنا غادي نرجع كما تطرق الأستاذ الرهج، حنا دابا في الدول المتقدمة تيقول لك جو سوي فيغ دو بي ميزامبو، لأن تعتبر راسه أمام واجب وطني. هنا تيقول لك جو سوي فيغ دو نو بابي لامبو، إلي فيير تيفتخر بأنه ما تيخلصش الضرائب، يفتخر بأنه ما تيخلصش الماء، يفتخر بأنه ما تيخلصش الضوء، تيسرق الماء، تيسرق الضوء، تيسرق الضرائب، وقف الصوب ما خصوش يخلص. إذا ما عندناش حنا وعي وطني. علاش؟ لأن تيقول لك هو لأن بلاش المواطن
الغربي ولا المواطن في الدول المتقدمة تقول لك جو سوي فيير دو بي ميزامبو لأنه دوفون أن دوفوار فيسكال أن دوفوار ناسيونال واجب وطني. حنا تيقول لك أمام ثقل أو أمام عبء جبائي. وكانت واحد الدراسة كانت دارت على ما أظن في ألمانيا بأن الصياغة ديال 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 الضرائب لي شارج أن الضريبة إن شارج الضريبة خاصها تكون أن دوفوار أن دوفوار ناسيونال لأن باش حنا نوصل لأن حاليا لأن كومون ديريج ونقولها بالعربية راه خصك تكون سير خلص الصف لأن حنا تنهضروا على السياسة الجبائية وكذا ما تكلم الأستاذ الإصلاح الوهمي ديال الضريبة على القيمة المضافة قانون الإطار ثلاثة ديال المناظرات الوطنية 99 2013 2019 ودائما الشعار العدالة الضريبية. والعدالة الضريبية ليست شعار لأن العدالة هناك علاقة جدلية أخرى كما تطرق عليها الأستاذ أقصبي. لما نتكلم عن العدالة نتكلم عن الفعالية. حنا 100 واحد هنا إلا خلصنا كامل الضرائب راه تكون مردودية. إلا ما خلصوا 10 ما تكونش المردودية. إذن راه الإنصاف حد ذاته ليكيتي راه الإنصاف حد ذاته راه هو المردودية هو النجاعة. لأن حاليا دابا خصوصا حنا حاليا دابا خصوصا كانوا مؤخرا تتعرفوا كلكم تتعرفوا ديك لاشونتو شاكيرا ديك المغنية شاكيرا في إسبانيا خلصت 20 مليون أورو لانها وهذا الشيء بتوافق بان دارت واحد الكومبرومي مع الادمنستراسيون فيسكال في اسبانيا بان خلصت البرينسيبال واقيلا 7 شي حاجه و13 اذا 20 اذا في الدول المتقدمه بان المشكل في الدول المتقدمه راه المؤشر. هنا كان واحد الاستاذ الله يرحمه تقرينا سميتو السرغيني عبد الجليل وكان ليو فير فينوس بيبليكي فيسكاليتي في اكدال تيقول لك انا بلا ما تعطيني اسم البلد واش متقدم ولا متاخر اعطيني على ستركتير فيسكال ديالو كيما داير نقول لك واش متاخر ولا متقدم. اذا تيقول لك اعطيني على ستركتير فيسكال نعرفو. حنا فاش نلقاو الضرائب المباشره اكثر من الضرائب الضرائب غير المباشره هذا راه مؤشر. فاش نلقاو الضريبه على الدخل 75% شكون اللي تيخلصها. فاش نلقاو بان الضريبه على القيمه المضافه اي فين ما تحركتي تتخلصها. اذا المشكل اللي عندنا حنا خصنا اصلاح جبائي وخصنا موارد جبائيه ذاتيه ومصدر سيادي لتمويل النفقات العموميه بما فيها نفقات المستقبل بما فيها نفقات الحمايه الاجتماعيه بما فيها. اذا نحن امام تحديات وامام رهانات ديال السياسه الجبائيه. اذا في هذا الاطار باش نكون مختصره استاذ ان الاصلاح ديال النظام الجبائي اولا خص اصلاح النص الجبائي خصو يتسم بالاستقرار لان الاستقرار كقاعده من بين القواعد السبع ديال الحكمه الجبائيه. الا ما كان استقرار راه اذا خص استقرار على مستوى النصوص الجبائيه خص اعاده النظر في صياغه وهذا كان مشروع ديال اعاده صياغه المدونه العامه للضرائب كان على ما اظن في 2013 ولا 2014 وكانت دارت لقاءات في مجلس المستشارين المديريه العامه للضرائب باش كان اعاده صياغه المدونه العامه للضرائب. خصنا نخدموا على من بين السلطات ديال الاداره الضريبيه وهي السلطه ديال المراقبه لو كونترول فيسكال. خص التقويه ديال لو كونترول فيسكال وخص تكون مراقبه مبنيه على المخاطر ليس مراقبه مبنيه على حسابات سياسويه. خص مراقبة جبائية مبنية على المخاطر، غنشوفوا شكون هما الناس اللي تيديكلاريو ديفيسيتير، غادي نشوفوا إلى آخره. خصنا لأن كاين واحد الدرجة ديال التأثير والتأثر، راه واخا يكون عندك نص جبائي الأمريكا وعندك إدارة ضريبية سو ديفلوبي، راه ما لأن الجهاز لأن الضريبة كجهاز إداري لتحقيق أهداف السياسة الجبائية، إذا خص يكون نص جبائي مزيان، خص يكون إدارة جبائية مزيان، وخص يكون عندنا وعي جبائي ومواطنة جبائية، خص تكون عندنا سكون أبي لو سيفيزم فيسكال، خص المغربي خصو يبقى يحس أمام واجب وطني وليس امام ثقل ضريبي ثقل جبائي. ثانيا اركز خصوصا المغرب حاليا يعيش لما المغرب ما تيعيش بوحدو في دوله راه كاين بما يسمى العولمه تحولات معاصره. هناك ما يسمى بالمشاكل الضريبيه المعاصره التي افرزتها العولمه التصادم بين المبادئ ديال الحريه وديال العولمه ومبدا ديال السياده الجبائيه ديال الدول. اذا هناك مشاكل ضريبيه معاصره، هناك ازدواج ضريبي، هناك تهرب ضريبي دولي، هناك اذا خص لابد من اخذ الاعتبار بالمشاكل الضريبيه المعاصره، خص اصلاح
النص الجبائي هذا القانون الإطار 69-19 وجاب تدريجي. وانا اشاطر جميع الاساتذه في بالنسبه للافي ديالهم بالنسبه لهذا القانون 69-19 حيت اصلاح النص الجبائي خص اصلاح الاداره الضريبيه وخصوصا وهنا خص لابد من الاعمال بلا فاكتوراسيون الكترونيك الفوتره الالكترونيه. وهنا بان القانون اللي بان القانون الماليه ديال 2018 بانها نص على الفوتره الالكترونيه وقال خصها تنظم بواحد النص تنظيمي. الى هذا الحال الى حد الان النص التنظيمي لم يخرج للوجود. وفاش قالوا الفوتره الالكترونيه راه نادت واحد الضجه في ضرب عمر لقيتو عاقلا في 2018 ولا في 2019 كل شيء بقى تيدير فهمتي لا فاكتوراسيون. رانا تنقري طالبه واحد الطالبه عندي لا فهمتي كانت في الامارات ولا في الكويت راه مول الزريعه تعطي الفاكتوره. هذا الشيء اللي بغينا باش نعرفوا حنا لو سيركوي ديال هنا حتى داك الاحتساب ديال بي بي ولا دا راه كل شيء عندنا فوسي راه حتى شي لان كاين شي حوايج اللي ما داخلينش في السيركوي ديال المحاسبه. اذا خص الاعمال بالفوتره الالكترونيه خصنا نعمل لان كانت منصوص عليها في القانون المالي ديال 2018 وستنظم بمقرر او بنص تنظيمي لم يرى النور الى يومنا هذا. داروها نادت الضجه في ضرب عمر كلشي لا ما نديروش لافاكت الى اخره شفتوا لان دابا حاليا من يمول الميزانيه وهما الاجراء والموظفين صافي هذا هما لان الناس الاخرين راه حتى واحد ما تي. اذا باش نختم بواحد سمحوا لي سي الورياغلي باش نختم على بان باش تكون عندنا مؤشر ديال باش تكون عندنا استدامه خص يكون عندنا العلاقه الجدليه باش ندير الغيكاب النظام الضريبي والاستدامه الماليه لان هناك علاقه جدليه ما بين المردوديه. كل ما طلعت المردوديه كل ما تنتسلفوش كل ما تنجل كل ما هبطت المردوديه كل ما. اذا حسنا هادو هما جوج المؤشرات في النظر ديالي اللي تيبانوا ليا. الاشكاليه خص حاليا لابد واحد لان الاصلاح هاد خصوصا السياسه الجبائيه خصوصا الضرائب والضرائب دابا اللي تناقشوها حنا راه تناقشوها كفئويه كما قال الاستاذ الراجل الناس في العامه راه ما كاين لا في برامج الاحزاب السياسيه شي واحد تقول لي الضريبه حتى ولادك تدر مع الضريبه. اذا خص تكون الضريبه لابد خص تكون لان في الدول المتقدمه اللي وصلت لواحد الوعي ديال الوعي الجبائي خصها تكون تقرر في الفوندامونتال فهمتي في الاساسي لان الدري الصغير راه تيعقل على بزاف د الحوايج. الا قريتيه في الصغر وبديتي تقول لي هل الجبايه واش دير دابا شوفوا على الجاليه يجي عندك شي واحد من العائله وسول عاد تهضر تقول لك كي هما عندك جوج الحوايج ما تهربش منهم الضريبه والموت. الموت ديال الله سبحانه وتعالى والضريبه تخلصها هادو جوج حوايج في الدواء. اذا كمؤشر خص لابد من نخدموا على هذا الوعي ديال الضريبه. ولابد غادي نختم بواحد المقتطف من 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 خطاب ملكي افتتاح الدوره الاولى بالسنه التشريعيه العاشره في 2018 بان مقتطف من الخطاب ديال صاحب الجلاله قال لك والواقع ان المغرب يحتاج اليوم وخصوصا في ظل هذه الرهانات واكثر من اي وقت مضى الى وطنيين حقيقيين واسطروا عليها دافعهم الغيره على مصالح الوطن واسطروا عليها والمواطنين وهمهم توحيد المغاربه اسطروا عليها بدل هي أسطروا عليها تفريقهم وإلى رجال دولة أسطروا عليها رجال دولة صادقين هي أسطروا عليها يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكرار الذات. والسلام عليكم. شكرا أستاذ جناح على هذه المداخلة التي حاولت احترام الوقت. طبيعة الحال استدامة المالية العامة من الإشكاليات الكبرى ولكن من الإشكاليات الأكبر هو الحديث على نظام جبائي. أنا مع الأسف لحد الوقت حاولت أن أتلمس أن أجد نظاما جبائيا لكن ليس لدينا نظام جبائي. لدينا بنيات جبائية متراكمة تحاول الاستجابة لهذه الاستدامة. هل سوف نستطيع في لحظة ما تحقيق هذه القفزة لكي نكون أمام نظام جبائي بمعنى التناغم التبسيط الفهم المواطنة؟ هذه من الأسئلة التي تبقى مطروحة علينا جميعا كباحثين وكطلبة.